الفطر. يحتفل المسلمون بعيد الفطر في اليوم الأول من شهر شوال، ومدته شرعاً يوم واحد فقط، يبدأ بعد غروب الشمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بغروب شمس اليوم الأول من شهر شوال. لماذا يحتفل المسلمون بعيد الفطر؟ يحتفل المسلمون بعيد الفطر ابتهاجا بإفطارهم بعد شهر كامل من القيام والصيام الذي كتبه الله تعالى على كل مسلم، وهو شكر لله تعالى على أن وفقنا لعبادة الصيام في شهر رمضان المبارك. فكما أن صيامنا عبادة لله تعالى، فكذلك إفطارنا عبادة له، فهو يوم التكبير والفرح بفضل الله على تمام نعمة القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فاجعل يوم العيد يوم فرح وسرور وابتهاج وإقبال على الله وشكر له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان. عيد الفطر شعيرة في شعائر الإسلام، يتميز بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم لديه قوت يوم وليلة في ليلة العيد وتؤدى قبل صلاة العيد. وأول ما نبدأ به يومنا هو صلاة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا، وهو مناسبة لالتقاء المسلمين وتبادل التهاني وزيارة الأهل والأقارب. ومن مظاهره الاستمرار على الطاعة وصيام 6 أيام من شوال تبقينا على صلة بالصوم بعد رمضان. ومفهوم العيد في الإسلام عبادة وطاعة وفرح وسرور وتلاحم وتراحم وشكر الله على نعمه وتوفيقه. عيد الفطر أو العيد الصغير كما نسميه يوم مميز تسبقه استعدادات وتحضيرات قبلة تستمر طيلة الأسبوع الأخير من رمضان. تحرص الأسر المغربية في عيد الفطر على استقبال الضيوف بأطباق حلويات وتنوعات، وتحضر الأمهات فطائر العيد التقليدية مثل المسمن أو البغريرة التي تزين مائدة الإفطار، إلى جانب الحلويات وكؤوس الشاي المغربي تظل المائدة ممتلئة بشتى الأطباق طيلة اليوم لاستقبال المهنئين. فعيد الفطر هو فرصة لصلة الرحم والتضامن وتناول الحلويات وارتداء الأزياء التقليدية. عيداً.